tonales. Hola, 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 hola. Hey, you. Hey, you. صباح الخير صحباتي العزاز، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ديال اليوم كيف ما شفتوا العنوان غادي نشارك معكم فلوغ اكثر حاجه كتعجبكم، واخيرا غنشارك معكم شنو درت هذا النهار. المهم هنايا فطرنا، لبسنا حوايجنا ومشيت ديت دانيال المدرسه، دزت الكوريو صيفط شي حاجه وجبت واحد الباكيتي وصلني. وهنايا كما كتشوفوا سجلت لكم لقطه لقطه، هنا كنا كنقراو سالينا القرايه وانا غاديه في حالي. قبل ما نمشي طلبت من جاني تصورني، يعني انني كنوجد واحد الفيديو، وفي نفس الوقت حطيت لكم هذا الكليب باش تشوفوني اشنو لبست. لبست غير واحد السوربيطه جد جد مريحه وهاد الصباط. المهم دابا تشوفوا قريبا منين هاد السوربيطه هذا اللي بتاخذوه. من بعد طرقت لواحد المحل تقدي داكشي اللي خصني وغادي نمشي للدار ونجمع معكم على خاطري. مهم البنات، دابا كيف ما قلت لكم كنت في المدرسه اليوم. صراحه داز نهار شويه، الصباح اللي نقولوا ده شويه طويل، ولكن سي يعني الحمد لله هاد المعلم اللي كيقرينا هاد المواد هادو خصوصا الماط يا البنات كيشرح مزيان الحمد لله. باينه كيقري بكل يعني بكل الحب هذيك الماده، يعني باينه هذيك الماده عزيزه عليه، ماشي غير كيقريها وصافي. صراحة داز يعني كما قلت لكم هاد المواد هادو اللي عندنا اليوم بالضبط ثلاثة المواد شوية صعابين، كيدوز الوقت ثقيل، ولكن ملي كيكون المعلم كيساعد في ديك المواد وكتشوفيه كيشرح مزيان و يعني كيبغي يوصل كيبغي كلشي الناس يفهمو، تماك صراحة كدوز الوقت شوية حسن من الا كان شي معلم يعني ما كيبغيش يوصل لك الفكرة وصافي كيعطيك داكشي في كتاب يطرحو عليك وصافي ويخليك. صراحه فرحت بزاف هاد العام لين المعلم كيشرح مزيان هاد المواد هادو، واخا كاين معلمين اخرين كيشرحوا مزيان مواد اخرين، ولكن بعد هاد المواد هادو اللي انا تيجوني شويه صعاب الحمد لله المعلم كيشرح مزيان. صافي من بعد مساله المدرسه البنات كما شفتوا في الصباح راني جيت مع جنيت، هي صورتني وهي درت الفيديو اللي كنحاول نسجل لكم واحد اللوك بوك ان شاء الله عام قريب. ومن بعد هي مشات لعند عائلتها غتبقى تماك في البلاصه فين كنقراو، وانا جيت بحالي للدار، ولكن طرقت للسوبر مارشي خديت شي حاجات خاصه للدار ومن بعد نوريهم لكم. جيت للدار ارتاحيت شويه، حيت الزيف ديالي محوايج ما حيدتهمش لحقاش غنمشي نجيب داني من المدرسه وغندوز للفرماسيه ناخذ لماما شي حاجه وصلتني عليها وصافي. ومن بعد ملي غنجي نوريكم شنو خديت من السوبر مارشي. هادشي درت صراحه هذا النهار هذا، وصراحه الكورسو هذه المره ولا هذا العام هذا ديال المدرسه كيبان لي شويه صعيب على العام اللي فات، ولكن كيبان لي حسن من العام اللي فات. العام اللي فات باقا تنعقل البنات فاش دخلت للمدرسه ما تصوروش الخلعه اللي شدتني منين بقيت كنشوف شنو كنقرا في المواد، لانني يعني تقريبا ما عرفتش شحال من عام انا ما باش خليت المدرسه باش خليت القرايه. البنات كيقولوا لي ما تخليش تقولي مدرسه، المهم انا كنقول مدرسه وصافي فين كنقرا، يعني شحال من عام هذا باش انا ما بقيتش كنقرا. ومن رجع جاني داكشي واحد العالم اخر، لحقاش اصلا في جيت لاسبانيا ما كنتش كنعرف الاسبانيول وشي مواد ما قراهمش لينا على حكم كنا كنقراو الاسبانيول، يعني كنا كنقراو نتعلمو نهضرو، يعني كانوا كيعلمونا الهضره وداكشي الاساسي، وكنت كنضيع يعني مثلا الماط كنضيع شحال من حاجه. لهذا العام اللي فات جاني بحالي واحد العالم اخر ما فهمت والو، يعني تاغوبيت ضرني خاطري كنقول شنو هادشي علاش انا ما كنفهمش علاش الناس فهموا علاش هذا، ولكن الحمد لله مع بديت بداك العام اللي فات هذا العام هذا
منين شفت داكشي اللي كنقراو كيجي شويه صعيب ولكن تنفهم يعني عاب شويه كنفهم. اما العام اللي فات راه صراحه كداز عليا بزاف 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 كتجي صعيبه الصراحه كما كيقولوا غير البدايه هي اللي صعيبه اما من بعد كلشي كيدوز مزيان. وصافي البنات نمشي نجيب دابا دانيا لحقاش تعطلت ماشي لا باقي الحال باقي ما كنخرجش من الدار بكري. ايوا صافي البنات هادشي اللي كاين صراحه انا كنشجعكم الا بغيتو تقراو هنا في اسبانيا اقراو كيساعدوا الا شافوا شي واحد باغي يقرا وباغي يوصل كيساعدوا. كانوا عاودوا ليا واحد المعلمه كيقراني عاودنا واحد الاستوار على واحد البنت قال لينا يعني جزائريه وجات لهنا ما كانتش كتعرف اللغه مزيان وهي كان عندها ما عرفش الدبلوم في شي حاجه يعني شي حاجه نيت قرات نيت يعني في البلاد ومن جات لهنايا ما بغاوش يعطيو يعني بحال ما بغاوش يترجموا ليها هذاك الدبلوم ديالها يعني ما تقدرش تخدم به خصها ضروري تعاود تقرا هنايا يعني. وبدات مسكينه من الكرادو هذا علم كيعاود لنا وقال لك في الاول يعني كان كل شيء جاها عالم اخر صعيب يعني ما كتعرفش اللغه وهذا وقال لك هي اللي جابت يعني في كل شيء سوبر ساليان يعني جات نقطه يعني عاليه في كل شيء يعني في جميع المواد. قال لك لانها كانت كتقرا دائما وكتحفظ وكتراجع يعني كانت باغا توصل ماشي غير ماشي زعما غير جايه تدوز الوقت ولا سينو يقول لك اللي بغى اللي عنده شي هدف بغى يحققه كيحققه. وصراحه ملي قالنا داكشي في البدايه ديال القسم حسيت بشي حاجه واعره كنقول شوف يعني الناس ملي كيبغيو يوصلوا كنوصلوا. لهذا انا بغيت نقول لكم هنايا البنات الا ما كان عندكم حتى شي مشكل انكم ترجعوا تقراو رجعوا تقراو ما تضيعوا حتى شي حاجه. بالنسبه للبنات اللي كتسولوني على القرايه عاوتاني كنت قلتوا لي لا جيتوا لهنايا ما عمركم قريتوا في اسبانيا. انا في الاول كانوا كيقولوا لي هنايا في البلاصه اللي ساكنه انا كلا ما عمرك قريتي في اسبانيا ما تقدريش ترجعي تقراي ولكن هذيك شي حاجه كذبه باينه كما كنقولوا. ما عرفتش علاش شي هنايا حتى واحد بحال الشك ديال المغرب هنا شي بلايص كتمشي مثلا للبلاصه كيقول لك هضر لايونتاميتو كيقول لك هضره كتمشي لكاسا كولتورا يقول لك هضره يعني الدوخه. لهذا ملي سولت انا المعلم ديال العام اللي فات قال لي يقدر اي واحد يرجع يقرا ولكن كترجعي تقراي دائما من تيرسيرو دو لايسو يعني شحال هذه كنتي كترجعي سيكوندو ولا بريميرو دابا ولا من تيرسيرو كوارتو يعني هي الثامنه التاسعه كترجعي من التاسعه يعني البنات لا بغيتو تقراو ما عمركم قريتو بغيتو تقراو وشتو راسكم تقدروا وحاولوا ماشي تقولوا نشوف ما نقدرش لا حاولوا تقدروا تكونوا قادرين نتوما عاد بالكم نو يعني رجعوا تقراو الا بغيتو على الاقل يكون عندكم غير الكرادوادو ديالكم ديروا ديبلوم ما خا كامل تكون ديروا والو به على الاقل تكون عندكم الكرادوادو تعلموا شحال حاجه جديده يعني كنتو تعلمتوها في البلاد باللغه العربيه هنا تعلموها بالاسبانيول. مهم مهم واحد يتشجع صراحه ويرجع يقرا ما غيخسر حتى شي حاجه. وهنا الحمد لله يعني حتى الكتبه ما تغليوش تقدري تشري غير فوتوكوبي يعني ماشي ضروري تشري الكتاب. في بعض المواد كاع ما كيقول لك ما تشريش كتاب مثلا هذا العام داك العام سيشرينا كتاب ديال الكتبه ديال كلشي. هذا العام هذا كاين المعلمين اللي قالوا لينا على بعض المواد قالوا لينا بلا ما تشريوش لان ما غاديش نقراو الكتاب كامل يعني غنهزو غير ملخص من كل حاجه يعني ما كاينش علاش تشريو كتب حنا غنكون نعطيوكم فوتوكوبي يعني صراحه كيساعدوا هنايا يعني باغي الناس يقراو ما باغينش الناس يضيعوا الوقت سينو باغين الناس يقراو يعني هما كيساعدوا الناس باش يقراو. لهذا ولا شافوك عندك هدف وهذا كيعاونوك المعلم كيعطيك وقت كثار. كاين بعض الساعات في السيمانه كيقولوا لنا مثلا الجمعه حنا ما كنقراوش ولكن الا بغيتي تمشي مثلا ضاع عليك شي حاجه في السيمانه كيقرب الامتحان ولا بلا امتحان بغيتي تمشي تراجعي مثلا كنتي كتبطلي ولا ظروف ما ولا انت مثلا ما كتفهم كيجيك الفهم صعيب على ناس اخرين تقدري تمشي فواحد السوايع محدده نهار الجمعه. كل معلم داير السوايع ديالو كاين ديال الجمعه كاين ديال الثلاث كاين اللي كيدير في العشيه وكاين اللي كيدير في الصباح يعني بحال الجمعه في الصباح لانه حنا ما كنقراوش ولكن اليومات الاخرين مع كنقراو في الصباح دايرين المعلمين الاخرين دايرين في العشيه. لهذا تقدري تمشي في العشيه باش ديري بحال كنتي واحد السوار سو تساعدوك يعني شوف يعني كيعطيو اكثر من جهدهم باش الناس يعاونوهم زعما باش يعاونوا الناس باش اللي يعني واخا تكون عندك وليدات ولا يكون عندك ظروف ولا تكون عندك خدمه كيساعدوك. وعاوتاني كيديروا لك مثلا التوقيت هنا مثلا في هذه البلاصه اللي ساكنه التوقيت دايرين غير ديال الليل يعني ما كيمشي ديال العشيه سينو ديال الليل. لهذا انا ما قريتش هنا هذا العام. في البلاصه الاخرى دايرين توقيت ديال الصباح ديال وسط النهار وديال الليل يعني عندك ثلاثه توقيتات يعني اللي ما بغاش يقرا يعني تقريبا في جميع المدن اللي الناس بزاف بغاو يديروا هذا الكرادواد وهذا يعني بغاو يكملوا قرايتهم تيكون التوقيت دايرين توقيتات بزاف يعني دايرين توقيت الصباح ووسط النهار والليل. ولكن ملي تيكون الناس مثلا قلالين بحال البلاصه اللي ساكنه فيها الناس قلال اللي كيقراو يعني كيرجعوا يقراو ولا هذا دايرين غير توقيت واحد. وبعد الاماكن كاع ما كاينش يعني في البوبلو الصغار يعني بحال مثلا هنا حدانا واحد البوبلو خصهم هما يجيو لهنا يقراو ولا يمشيو للبلاصه اللي كنمشي ليها يعني على حسب. ولكن نتوما سولوا اكيد غتكون شي بلاصه يا اما البلاصه نتوما ساكنين فيها هنا في اسبانيا ولا اللي قريبه ليكم كيدي لها الطوبيس ولا التران ولا هذا غادي يكونوا كيقراو داكشي يعني كيقراو الكرادواد. وفي اي بلاصه كاين تقدروا تعاوداني تكملوا ديروا الباك ديالكم تقدروا ما ديروا واحد الامتحان يعني واحد الامتحان بروفا داكسيسو باش دوزوا ديريكت للجامعه يعني من هنا كملنا هذا العام بغيت ندير واحد الامتحان هو على ما قالوا لي داك الامتحان صعيب ولكن الواحد يوجد راسو ويقرا ويمشي
يديرو يقدر يمشي ديريكت لونيفرسيتي يعني الجامعه ويقرا داكشي اللي بغا. المهم هادشي كلشي يعني تلخص من هادشي بغيت نوصل لكم هو انكم لو بغيتو ديروا شي حاجه راه غادي تقدروا هنا مساعده تساعدوا صراحه. يعني الا شافوك باغي تقرا كيعطوك واحد الاسفورس يعني اكسترا ما كيميكوش على الناس اللي باغيين يقراو بتشدوا فيهم بيديهم ورجليهم. العكس تماما عكس تماما مثلا في المغرب كاين هاد القضيه خايبه انه كتلقاي ناس باغين يقراو مساكن يعني ولكن المعلمين بحال ما كيديوهاش فيهم ولا كاين شي معلم سي عندهم ضمير كيشوف شي واحد بغى يقرا تيوقف جنبو ولكن كاين شي واحد اللي ما على بالهمش ما نكذبوش على راسنا واش كلشي حنا عارفين وصافي. انا ما قريتش ماك ولكن عارفه هادشي حكم الناس اللي كنعرف وصافي. صحباتي نمشي نجيب دانيه من المدرسه صافي دابا سي قرب الحال يلاه نمشي بشويه عليا ما نجريش نمشي نجيبها وديك الساعه نوريكم شنو خديت. كما قلت لكم ما تقديش بزاف ديال الحاجات ولكن نشارك معكم صافي مادام هذا فلوغ نشارك معكم داكشي اللي كاين وقولوا لي حقا دابا قبل ما نمشي غتقولوا لي في التعليق واش بغيتو نبقى ندير لكم فلوغ ولكن ما غندير لكمش كل نهار لان شي غادي يكون ممل لان كنمشي مدرسه كنجي كذا ولكن سي ندير لكم نهار نهار لا يومين في السيمانه بحال هكا نشارك معكم انفورماسيون ندردش معكم نهضر معكم بحال اللي ممكن. صاحبتي جيت لعندي وكنهضر معاكم جيتو عندي وكنعاود لكم ولا مشيت لعندكم وكنعاود لكم شنو دوز في النهار شنو بان لكم. المهم ديك الساعه ملي غتشوفوا هذا البلوغ اذا عجبكم الحال هي هذيك ما عجبكمش هي هذيك نتوما قولوا لي شنو بان لكم في التعليق. عجبكم الحال نبقى ندير لكم فلوغ ولا جوج ولا ثلاثه في السيمانه. ما عجبكمش الحال ما شتوني ما شتكم نتلاقاو في التنسيقات نتلاقاو في فيديوهات اخرى في البلاصه ديالي المعتاده. يلا خليكم دابا نمشي نجيب بنتي من المدرسه كتاكل. ولا كوميرا بعدا شي خديتو من الديه طرت الديه خديت هاد الكوكيز هادو جربهم ديال الديه بقات واحد المره صاحبتي كانت جابت لي واحد الكوكيز ديال الدي يمكن اللي ما بقيتش عقلت. المهم شوف الزفاف ما كاين ما عادش شويه بزاف ما قديتوش. دانيا دير شي حاجه نو دانيا صافي انا مخاصمه معاك ما عرفتي نو مامي راه شفت. المهم قلت لكم البنات عجبوني بزاف وقلت لكم جاني واخا نوري صحاباتي نوري صحاباتي ونعطيك تاكلي واخا مامي يلا تيتي حدايا هنا باش نهضروا مع البنات. قلت لكم البنات جبتهم لي صاحبتي وعجبوني بزاف وبانت لي الباك ديالهم تيشبه هذاك ديال الدي قلت غنجربهم لحقاش الدي بعيد عليا شويه نجربهم باش عجبوني نبقى ناخذ ندير هادو. يمكن البنات اللي كنت خديتهم كدا 90 سنتيم ولا مهم قريب الاورو. خديت القرقاع البنات قرقاع نيت خديت انا نعطيه لك ماما حقاش داني عزيز عليها وكما كتعرفوا هو بزاف مفيد للدماغ وبزاف ديال الحاجات لي هذا دانيا كيعجبها غير هو كنصحكمش تعطيوه لوليدات ياكلوا يعني كميه كثيره بحال دانيا مثلا دابا غنبقى نعطيها 4 في النهار 3 5 حبات ماكسيمو لانه كيتقل على المعده واحد النهار بقات كتاكل كتاكل حتى منعاود لكم جراتك دانيا بور فافور خليني بلاتي نو تجي اجي حدايا اجي حدايا ونعطيك نبقى نوري البنات ونعطيك كيف ما شيخ خربقات لي الكاميرا. قلت لكم البنات كلات بزاف ودرها في كرشها لي هذا ردوا البال على ريحي هنا حدايا وري البنات هاكي جدي انت شدي ليا او خديت البنات خديت لدانيا اكتيمال لحقاش كما كتعرفوا زوين خديتو ليها باش نبقى نوع عليها مره نعطيها وحده من اكتيمال مره بعد القرقع البنات دير يمكن لا دير 2 اورو 99 ومع 3 اورو 99 بقيت عقلت 200 غرام هاك واخا بنتي نكملوا البنات نعطيك ديري دانيا باقي ما دارش مريان داك ثلاث شويات كما كتشوفوا كاع ما كملاتو هو ما كملاتوش غنعطيها نيت تشرب واحد الاكتيمال دابا. المهم خديت لها هذا اكتيمال هذا كان كاينين ديال 6 دايرين 3 اورو وهادو كيجيو 12 دايرين 5 اورو يعني بحال اللي كتوفري اورو الا خديتي ديال 12 لهذا خديت لها ديال 12 وكما قلت لكم خديت لها ديال الفريز باش يعجبها ما خديتلهاش ناتورال. هاكي بغيتي نعطيك تشربي مامي انت هي الاولى بنيتي مامي هي الاولى سيري بنتي ماما سيري واجي يلاه سيري واجي عندك عندك يا سلام مامي يلا سيري. المهم البنات شنو خديت عاود ثاني من الديه خديت هذا الكيسو هذا العادي ديال البوكاديوس وصافي ما لقيتش عندهم واحد البريدات اللي تعجبني صراحه ديال الكيسو ماشي بحال ميركادونا ومحلات اخرين الديه ما عندهمش بزاف هادي خصوصا هادي اللي دخلت ليها صغيره ما كبيراش صافي خديت غير هذا العادي وخديت هذا دانيا مامي وخديت هاد الناتياس هادو بعدا قبل البنات الاغلبيه ديال الناتياس راه كيكون فيهم مكتوبه فيهم
خلاتينا ديال السيردو بالحق هادو قريتهم ما فيهم والو. انا كنحمق على شي حاجه سميتها هاد ناتياس هادو، وكنت كنشري بزاف يعني جوغورت علاش كناتيه، ولكن ما كيعجبونيش. كيعجبوني ملي كنت كنقرا كنلقى فيهم ديك خلاتينا ديال السيردو، مع عمر ديت البال واحد النهار ديت البال صافقيش كنشريهم. هاد المره صافي كنت غنقرا هادو، لانه هادو كيجيو بحال لي كاسيراس، قلت غنقراهم ونشوف شنو فيهم. ما لقيتش فيهم يعني حتى شي حاجه ديال السيردو، لهذا خديتهم. كيجيو ناتياس وكتجي فيهم ديال الكايط، الصراحه لذيذين كنحمق عليهم. ما قلت لكمش هذا خلاص ما وصلش اورو، يمكن هادو حتى هما كنظن باورو 50 بربعه، اربعه الحاجات. ومديه صافي هادشي اللي خديت. وهاد الصباح فاش كنت غاديه للمدرسه البنات وصلوني هاد، مشيت طرقت الكوريو صيفطت واحد الفيديو لواحد البنت من داكشي اللي قلت لكم الزيوفه اللي كنبيع، ومشيت نيت ناخذ هادو لحقاش وصلوني. كما كتشوفوا هنايا كاينين ثلاثه، بقاش ديك المره خسر ليا الكابلي ديال التليفون مابقاش كيشارجي مزيان. ما عرفتش علاش عاطيني هادو معاهم، ما عرفتش صراحه. هادو جاو مع هادو، المهم خديتهم من امازون البنات. الا كنتو مهتمين نخلي لكم ليان. كما كتعرفون عندي مشكل ديال الايفون، لاني ما يعني ما كنلقاش الكابلي، مشي عند اي قليل مش كنلقاش واحد عنده الكابلي ديال الايفون، وعندي هذا المشكل. يلا هاكا ماما بلا ما تقيسي الطبله تحركي ليا شي، خلينا نعاود البنات. قلت لكم البنات ديك النهار خسر ليا الكابلي على التليفون مابقاش بغيت تشارجا، وخديتهم من امازون، ولكن مع انا كنت في القرايه وفاش جاو ما كنتش في الدار، لهذا مشيت اضطريت اني ناخذ واحد من شينوا نعدي به قبل ما يوصلوني هادو. المهم هادو نعم من شينوا، خديت واحد ب 3 اورو فاصل شي حاجه يعني، بحال يطلع لي ب 4 اورو، ولكن من امازون اقصري. ها هو هو هذا البنات، ها هني دايره دابا شفتوه، وعرفتي بدا من دابا كيفايل ليا. تخيلوا يلا 3 ايام هادي باش خديته وبدا كيفايل. لهذا هادو مشيت جبتهم اليوم، باقي ما جربتهمش الصراحه باش نقول لكم واش مزيانين ولا ماشي مزيانين، ولكن فيهم واحد الحاجه اللي زوينه هما انهم طوالين، فيهم متر وشي حاجه يمكن. ها نتوما شوف يعني نقدر نكون كنتفرج ونشد التليفون في يدي لحقاش الكابلي شويه بعيد. شتي البنات شوف شحال طويل، طويل فيه متر وشي حاجه. المهم انا لقيت ليان ديالهم في امازون، نخلي لكم في لاباردافو ولا كنتو مهتمين، وكيبانو صحاحين. ها نتوما دايرين باللون الكري، وكيف ما قلت لكم كيجيو ثلاثه يعني. دابا انا هادو غنحتفظ بهم نبدا نستعمل واحد صافي، فين ما خسروا ليا ما عندي. وهادو كنظن باش تجمعي الكابلي البنات. سي هادو باش بغيتي تجمعي الكابلي، سي بورتينيو كيلصقو شفتو، كنظن بغيتي تجمعي الكابلي. عجبك ديني عجبها البنات اكتيميل، شفتو باش تجمعو بهم الكابلي. يا وقت على السلامة ملي وصلوني صراحة ما كنتش منطق، انا واخا شت العبار وشت العبار عرفتو ما يجيو طول، لكن ملي شديتهم في يدي لقيتهم طول يعني بحال جاوني طول من ما كنت كنتوقع. نوريكم اخر حاجه، هو هاد الكريم اللي خديت لماما، وصلتني باش ناخذ لها كريم ديال الشمس، ومشيت ناخذو ليها من الفارماسيا ولقيتو داير، قال لي سولت من الفارماسي بعدا في الاول قال لي داير 22، قلت لي شوفي الا كان فيه 20 اورو ما تعطيش ليا. قالت لي ماما ما تفوتيش 20 اورو، انا ما قالت لي ماما والو. شنو ماما بغيتي كوكيز؟ نكمل هضره ماما ونوض. هو كيف ما قلت لكم البنات، قالت لي ما قالت لي ماما انا والو على الفلوس، ولكن انا عارفه هذا الكريم، هذا الكريم ديال الشمس يعني فريمور داير 14 اورو. لهذا بغيت ننصحكم هذه النصيحه هذه، الا حداكم بريمور ولا بارافارماسي تقدروا تاخذوا. شوفوا دابا انا ملي قال لي يمكن لا داير 22 اورو، قلت لي لا فايت 20 ما تعطيهاش ليا، لانه اكيد ما نخلصش اكثر من 8 اورو زايده على الثمن مول باغي ناخذها، مازال 4 اورو 6 اورو نقدر نقول ماشي مشكل حقاش ماما محتاجاها ضروريه. صافي قلت لي شوف، قلت لي انا فايت منين، قلت لي فايت 22 مو يضربها في حساب ويضربها في زعما دوزها راه ما عرف شنو دار ويقول لي 20 اورو. المهم بغيتي نقول لكم هو انكم كون شريتو من بريمور غادي نوفر 6 اورو، 6 اورو راه فلوس زعما ماشي فلوس. لهذا ديما اي حاجه كتخص البارافارماسيا خذوها من البارافا، يعني هادشي ديال البروتكسين سولار كريمات اي حاجه خذوها من البارافارماسيا، طلع لكم رخص الزيوت اي حاجه احسن بارافارماسيا. ودابا حتى بريمور، بريمور اصلا محسوبه ديك البارتي اللي عندهم على بارافارماسيا. وصافي هادشي البنات خديت ليها هادي اللي هي بارابيا لا سينسيبليس، واللي بالنسبه اللي كتجي الحكه في الوجه هادي اللي كتجي الحكه مثلا كيبقى ياكل وجهه ولا يحكو بالشمس، هادي مزيانه عليه. خديت ليها ديال 50 وخديت ليها، خديت ليها فيها اللون، وهادي كنظن كتلق هنا كتبين البنات اللي عندهم البيا اللي يعني كتلق اللي عندهم البيا. ثلاثه دنيا دونسبيرا نكمل هذا. قلت لك البنات هذه كتلق اللي عندها البيال سنسيبل، يعني عندهم اللي عندهم الوجه حساس، وماما كنظن اللي عندها حساس. لهذا خديت لها دي باش تجربها تشوف، ومكتوب انا فيها بيبي كريم تينز، يعني بحال فيها واحد اللوين كيعطي بحال بيبي كريم.
وكيف ما قلت لكم من الاحسن تاخذوا بريمورا البنات ولا بارافارماسي، ما تبقاوش تاخذوا فارماسي لحقاش كيزيدوا بزاف. شو انا كما يمكن لكم ما قلت لي وريور بيت تسمح لي ما عرف الله اعلم ان بعد الظن ايتم، ولكن يقدر يكون حسب عليا 22 انا فلو قال لي 22 قلت لي لا فات 20 ما انت 18 لي هو يقول لي 20 خوسته يعني قد ما عرفش يعني صراحه يا يعني من الاحسن خذوا بريمور ولا من ولا من بارافارماسيا. وصافي البنات دابا غادي نمشي غادي نبدل حوايجي وغادي نرتاح شويه صراحه ما ارتحيتش واخا منين جيت وصافي ديك الساعه نشوف الا كان شي حاجه غادي نزيدها لكم نشاركها معكم في هذا الفلوغ. يلا نتلاقاو من بعد اجي البنات تقول لهم ما لا من هنا من هنا دريا كانت باش تعطيكم بوسه من هنا تشوفني انا من هنا قول لهم دريا باقي ما بدلت حوايجها. يلا البنات خليكم دابا اشنو بابا صافي البنات من بعد ما ساليت شغالاتي وكل شيء داكشي اللي خصني ندير صراحه ما درتش بزاف ديال الحاجات. من بعد دنيا نعسات واحد الساعه ديال المكانه لحقا جات مسخسخه من المدرسه انا عاد بالي كتفرج في الرسوم شويه جيت لقيتها كنهضر معها دنيا حتى نعسات داها النعاس صافي قلت نخليها تنعس الساعه ديال المكانه صافي ما تفوتهاش مفيقه وداكشي اللي كان ما بغاتش تفيق ليا حلفات ولا هي تفيق ما عرفتش نبان لكم انا بعدا كلي ولا لا حلفات ولا هي تفيق صافي بقيت معها حتى فيقتها غسلت ليها وجهها وهذا باش تفيق وداكشي. المهم خديت المسائل اللي خصني ندير وكلشي باش نستعدو الناس نعسو وجدت البيتزا العشاء وكنفضل عندي بين عند بزاف ديال الناس مؤخرا صراحه كنشريها واجده واليوم تهيد نصاوبها في الدار هي اللي صاوبتها باش ناخذ دات صافي. باقي ليا حاجه وحده اللي باقي ندير هي اني نغسل وجهي وندير لي سوان ديالي وداكشي وصافي. بغيت نسولكم دابا في هذا الليل هذا يعني طاحت عليا فكره نسجل لكم يا اما مورنينغ روتين يا اما نايت روتين يعني يا اما صباحي روتيني صباحي الروتيني فهموا بدا لي صراحه البنات عييت اليوم ما درت لا سياست لا والو فايقه من 8 قلق سماي بالضبط وما نعش تقريبا الليل كامل ما عرفش مالي ما جانيش النعاس. المهم صراحه اليوم كنحس بالعيا مشيت كنجري الكوريوس على الصباح باش نصيفط الزيوفه البنات وصلوا في الوقت من بعد مشيت بعدا ولدي بنتي المدرسه من بعد مشيت صيفط الزيوفه اوي اللي غصف الشيطان صافي البنات من بعد صيفط الزيوفه مشيت ثاني كنجري المدرسه قريت فجيت راكم شفتوا تقديت. المهم جري عليا نجري عليك راكم شفتوا النهار كامل صراحه عييت 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 اليوم هذا ما ديوش عليا لساني بدا كيتقال عليا صافي. دابا كما قلت لكم غنتعشى غادي ندير لي سوان ديال غسل وجهي ندير لي سوان وغنتفرج يمكن شي فيلم هكا شي مسلسل نتبع انا واحد المسلسل دابا نخليه لكم نبدا نتفرج فيه داك المسلسل كيعجبني لانه صراحه يعني ماشي غير مسلسل غير هكا كتبعيه وصافي نو سينو فيه حكمه وكيعجبني يعني مهم انا نخلي لكم ما نكون نتفرج فيه غنخلي لكم واحد القطعه يعني تشوفوا نقول لكم حتى الاسم ديالو الاسم ديالو هو بلاتي لا تترك يدي ولكن كتسمعوا لا تترك يدي غادي يجيكم يعني يقدر مراه ورجل وكذا لا يعني فيها بالعكس لا تترك يدي يعني الاخت الاخ واخته سيده ما كتعرفش البنت و يعني وحنوا في بعضياتهم وعاد باش ثاني كيف العاده في اي قصه القصه الرومانسيه اللي كيكون كتجمع بين جوج ولكن صراحه فيها يعني داكشي زوين قصه رائعه رائعه كتعجبني بزاف. لهذا دابا انا مع كيحطوها مره في السيمانه ولكن فيها ساعتين وشي حاجه هذا المسلسل وانا كنتفرج فيه بحال كتير يوم 15 دقيقه الساعه على حسب الوقت على حسب الوقت كاين المره النهار اللي ما كنتفرجش فيه نهائيا لانه ما كيعطينيش الوقت واليوم يمكن نتفرج واحد ربع ساعه منه نقصها منه لحقاش مشوقه نشوف يعني هذه الحلقه هذه وصافي راني غادي نوريها لكم صافي البنات هادشي اللي كاين ان شاء الله الا بغيتوا الروتين الصباحي ولا المسائي ان شاء الله غادي ندير لكم ديك الساعه تشوفوا التفاصيل شنو كندير يعني فهادشي نتوما اللي ما شفتوش نسجلوا لكم ان شاء الله ونشارك معكم ماكياج مثلا درت هاد الصباح نشارك معكم مثلا نسوان كلشي داكشي اللي كيدير المهم راكم عارفين الروتين الصباحي والمسائي وداكشي كيفاش كيكون. الا بغيتوا قولوا عليا وديروا لايك هاد الفيديو ان شاء الله نديروا لكم ومعي دابا غنقول لكم انا غنمشي نتعشى ومن بعد كيف ما قلت لكم غنتفرج المسلسل ديالي وغنمشي نعس انا ودندوتي. لهذا من دابا غادي نقول لكم السلام عليكم تصبحوا على خير حتى الفيديو ولا الفلوغ ولا نتلاقاو في انستغرام دابا نيت واكيد راه قبل ما نعس غادي نطلع لكم في انستغرام نشوف شنو اخباركم ديك الساعه غادي نمشي نعس. دنيا قولي ماما باي باي قولي تصبحوا على خير ديري ما قولي موسكيرو لهاد الساعه ما كتبغيكم كتبغي البيتزا ما حيراش فيكم غادي راه الصوب وصافي. المهم السلام عليكم تصبحوا على خير سلامه.